تونس تحقق قفزة على مستوى تصنيف منظومة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المجددة مدفوعة بالنظام التشريعي والمؤسسات المرافقة، هذا ما أكده تقرير ستاب جينوم الذي تم تقديمه اليوم، ويشمل دراسة مقارنة لمنظومات المؤسسات الناشئة في 140 دولة. الايكو سيستم التونسي موجود في التوب 10، معناها العشرة الأولانيين في الريجون مينا في مجال القدرات خاصة المؤهلات، كذلك التمويل بالنسبة للمؤسسات، كذلك في العدد هو 1000 مؤسسة ناشئة تم معناها اعطائها علامة المؤسسة الناشئة في تونس. منظومة المؤسسات الناشئة في تونس هي منظومة جد فعالة، منظومة مترابطة، بيئة هيئت لتطور مذهل. نتحدث عن قفزة بعشر مراتب على مستوى تقرير بيئة أو منظومات المؤسسات الناشئة في العالم، خطوة حققتها تونس في 3 سنوات فقط. وتعمل تونس بتمويل من البنك الدولي وعديد الشركاء لتقديم التمويلات اللازمة لدفع المبادرات الناشئة عبر آليات الدعم والمساندة، ما مكن من إسناد منظومة بتأثير اقتصادي قدر بنحو 120 مليون دولار ونمو سنوي بأكثر من 17%. عبر قانون ستارت اب اكت وصلنا إلى إعطاء إسناد علامات المؤسسة الناشئة إلى 952 على 1000 اللي هو الهدف لسنة 2024، واليوم بتعاون مع البنك الدولي وصندوق الودائع والأمانات عملنا صناديق أنابا بقيمة أولية أو بحجم أولي 100 مليون يورو، ومعنا 3 صناديق اللي هما أوبيراسيونيل معناتها في الساحة، وننتظروا من هنا لآخر العام يكونوا ربما 3 صناديق أخرى. المنظومة أو المحيط المؤسسات الناشئة في تونس أصبح فيه 60 شريك يدعمون ويؤطرون المؤسسات الناشئة، وهذا هام جدا جدا. ما نقترحه لتطوير هذه المنظومة هو العمل على توطيد العلاقة بين مختلف الفاعلين، أكثر تركيزا على الجهات وعدم الاقتصار على العاصمة، كذلك التركيز على انتقال تكنولوجي أكثر ناجعة. يجب أيضا العمل على التشبيك بين مكونات هذه المنظومة أكثر فأكثر، والوصول إلى آلية لتكافؤ الفرص من أجل خلق مزيد من الشركات الناشئة. يذكر أن تونس كانت مهد لعدد من المؤسسات الناشئة التي تعتبر قصص نجاح على المستوى الدولي، ما مكن من التأسيس لشراكات مع كبرى المؤسسات المجددة في العالم.